اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شفنا في لقاء مستر بروكيتش، يعني عمل كبير جدا داخل قطاع النشئين بالنادي الاهلي، علشان نشوف بقى قطاع النشئين في النادي الاهلي زي ما شفناه قبل كده في سنوات كتير بيطلع بالعشر لاعبين و15 لاعب للفريق الاول. الحمد لله ماشي دلوقتي قطاع النشئين بالنادي الاهلي على الطريق الصحيح، بنشوف نجاحات كبيره جدا. وايضا كمان الكابتن خالد بيبو اللي عامل مجهود كبير ومشرفنا النهارده، وكمان في تساؤلات كتير لقطاع النشئين بالنادي الاهلي، كل الناس بتسالنا يا ترى امتى اختبارات قطاع النشئين بالنادي الاهلي. النهارده كابتن خالد بيبو موجود علشان يرد بقى على كل التساؤلات دي. في البدايه بنرحب بالكابتن خالد بيبو، نورنا كابتن خالد. انا كابتن سامي وسعيد ان انا موجود معاك وسعيد جدا بالبرنامج اللي هو بيتكلم عننا وبيدينا الفرصه ان احنا نتكلم عن شغلنا، وبيدينا فرصه ان احنا نقول كل اللي نفسنا فيه. وده يعني بصراحه حاجه محترمه جدا، واحنا عارفين ان انت في اي وقت الشغل اللي انت بتعمله بيظهر للناس بالشكل ده. هو ده دورنا، يعني كل الشغل الكبير انتوا بتحققوه داخل قطاع النشئين بالنادي بنسلط الضوء عليه. كابتن خالد ما شاء الله الموسم اللي فات 1999 2001 2006 بحاول بطوله، بس ما حلفناش الحظ في 2003 رغم انك انت لاخر مباراه كنت بتنافس. ايضا كل البطولات المنطقه كنت شبه واخدها، لكن برضو يعني ما استكملتش، لكن في نجاحات كبيره ما شاء الله داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. قول لنا بقى الموسم الماضي ابرز الايجابيات وابرز السلبيات. الحمد لله طبعا، يعني من البدايه طبعا انا استلمت المهمه من الكابتن فتحي مبروك، وكان مجهز هو شغل كبير جدا زي ما انت عارف ان احنا كلنا بنسلم بعض يعني، واستلمنا المهمه وكان في ترتيبه كده ان احنا لازم يبقى في ضم لفرق قطاع الناشئين من النادي الاهلي، لان احنا اكتشفنا ان الفرق اللي بتلعب منطقه كلها ما فيهاش استفاده، بقى لعيب بيقعد مواسم كتيره قوي في النادي الاهلي وفي الاخر هو ما بيستفادش، بيلعب ماتش كل 10 ايام مثلا او كل اسبوعين ماتش في بطوله المنطقه، وفي الاخر فرقه تكسب ب 14 15 0 وفرقه تنسحب، مفيش استفاده فنيه، فمفيش اي استفاده ومفيش اي ناتج من اللعيب، انت حتى كمان ما بتعرفش تقيم اللعيب كويس. مظبوط. فكان الهدف ان احنا يبقى عندنا الكواليتي بتاع اللعيبه مختلفه، فعشان تشوف الكواليتي الكويس ده لازم تشوف في منافسات اقوى. فكان الفكره ان انا هشترك في كل مباريات كل مسابقات الجمهوريه واضم كل الاعمار السنيه اللي هي الفوق الكبيره اللي فوق ال 16 سنه، لان الفكره بتاع ان انا لعيب وصل 16 سنه ده المفروض ان هو يكون خلاص بيقيم على الدرجه الاولى. ما ينفعش ان انا لعيب يبقى عندي فوق ال 16 سنه ولسه بيلعب بطوله منطقه وادور له على مباريات عشان اقيمه يعني، فخلاص هو المفروض بعد 16 سنه تقيم يعني. فكل ما هو فوق 16 سنه ابتدينا في موضوع الضم. سيبنا طبعا ده كان من اهم القرارات، خلي بالك موضوع الضم ده من افضل واهم القرارات اللي اتخذت في قطاع الناشئين. الحمد لله فرق معانا كتير قوي. طبعا ما تقدرش تعمل الكلام ده الا اذا كان عندك اداره فاهمه في الكوره كويس قوي، تقدر تتكلم معاهم، تقدر توصلهم فكرتك، وهم كمان هم عندهم الفكر بتاعهم اللي بيخليك تقدر وانت شغال مرتاح. طبعا موضوع الضم ده مش سهل، لان انت في ناس بقى لها 7 و8 سنين بتلعب في النادي، مجرد ان انت بتقول لهم مش هتبقى ليكوا فرصه ان انتوا مش هتبقوا موجودين، اكيد الدنيا بتبقى صعبه جدا والناس مش متخيله ان هو ممكن يخرج من النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات. فده كان محتاج ان انت يبقى عندك رئيس نادي فاهم كوره كويس قوي وعارف ان السن ده 17 سنه 16 17 سنه خلاص ما بقاش ينفع ان هو يعني تسيبه موجود في النادي تاني طالما مش عارف تقيمه بالشكل الجيد يعني. لجنه التخطيط برضو ساعدتني جدا ان احنا نقوم بالكلام ده، ولما جبنا المدير الفني هو كمان يعني كان رؤيته دي، لان احنا كان يهمنا نعرف هي الناس بره بتعمل ايه، الناس بره بتفكر ازاي، الناس بره ايه هي المسابقات اللي بتخش فيها. فطبعا ساعدنا جدا وحطينا اعداد وارقام لكل فرقه، الفرقه دي لازم تبقى كام لعيب، حتى يعني حتى بغض النظر عن القيد بتاع اتحاد الكره، لان كان غريب جدا برضه السنه اللي فاتت ان الفرقتين بيلعبوا دوري ممتاز 30 لعيب والفرقتين اللي بيلعبوا تحت الدوري ممتاز 25 لعيب. فده طبعا وانت كنت ضامن، فكان يعني خلتنا يعني طبعا كانت في بدايه الموسم طبعا، وكانت التجربه صعبه جدا ان انت كمان يعني بقيت بتلعب فرقتين اللي تحت الفريق الاول كلهم 50 لعيب. وانت كمان رحت ماشي، كان فكرتك ان احنا هتطلع اعارات، فانت بقيت بتلعب ب 40 لعيب كمان. العدد قل عندك. العدد قل، رغم كده ان احنا كنا ماشيين في المسابقتين بشكل كويس 99
يعتبر خدته بطوله و2001 رغم ان احنا لعبنا بطولتين يعني داخلين في يعني 35 لعيب بطولتين كاملين، فده كان تحدي كمان اكتر ان احنا لازم الفكره بتاعتنا تنجح، وده اللي حصل لان احنا عندنا الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجودين، هو يلعب زي ما هو مرتاح في 2001، يلعب زي ما مرتاح في 99، فقدرنا ان احنا نحافظ على الكلام ده بشكل كويس. تبقى سعيد بقى كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي، تبقى سعيد لما بتلاقي عندك عدد من القطاع بيطلع يتمرن فوق مع موسيماني، او لعيبه بتلعب في مباراه وديه فبتظهر بمستوى جيد، فتبدا الناس تتكلم تقول لا ما احنا عندنا يا جماعه لعيبه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ليه ما نستعينش بيهم؟ كنت سعيد برضه لما شفت احمد نبيل كوكا وهو ما شاء الله وقت يعني اصابه علي معلول وهو بيلعب في مكان غير مكانه وبيثبت اقدامه وبيشتغل بشكل كويس. طبعا بص، فكره التصعيد السنه دي للفريق الاول هي كانت ممنهجه، مش بالصدفه يعني، كان كل فكرتي مع كابتن سيد عبد الحفيظ وبروكيتش ومستر موسيماني ان هو اشوف كل المجموعه اللي عندي 99 او 2001 ومن خلال الرؤيه دي ان انا اعرف هو عايز مين منهم. يعني انت خلاص انا كل اللعيبه اللي 99 و2001 اشتغلوا مع الفريق الاول ولفترات مختلفه، وكان كل فتره بنصعد 6-7 لعيبه يبقوا موجودين مع الفريق الاول يتشافوا بشكل كويس، ياخدوا المساحه بتاعتهم، ياخدوا ماتشات وديه مع الفريق الاول، فكان ده منهج ان احنا نعمله بالشكل ده عشان يبقى اتشاف، ما يبقاش ان هو راحت عليه اللي هو الفرصه ان هو ما اتشافش بشكل كويس مع الفريق الاول ويعاد تقييمه مع الفريق الاول كامل. هل اللعيب ده لو دخل مع التيم بتاع الفريق الاول الوضع هيبقى ازاي؟ اللعيب قريب ولا مش قريب؟ التجربه طبعا نجحت بشكل كبير جدا الحمد لله، وزي ما شفنا اول ما الفريق الاول احتاج لعيب لا كوكا وعلى فكره كوكا بتحرك من مكانه، مش مكانه الاساسي اللي هو الباك ليفت، ده هو لعيب نمره 6 ولعيب محترم جدا، لو شفته كمان في مركز 6 طبعا احنا لا يعني لو شافوه جمهور النادي، احنا بنتكلم جمهور النادي طبعا لما شافوش انت عارفه انت شفته ماتشات كبيره، انما جمهور النادي لو شاف كوكا كمان في مركز 6 هينبسط قوي لان هو لعيب محترم ولعيب عنده امكانيات عاليه جدا، فانا سعيد جدا ان هو اتحرك من مكانه كمان وادى. ده بيقول لك ان احنا المنظومة كلها بتشتغل بشكل كويس جدا، احنا بنجهز اللعيب عشان هيلعب قصاد جمهور النادي الاهلي ومع نجوم النادي الاهلي، فما فيش خضة بتاعت اللعيب ان هو ياخد وقت طويل وان هو يعني يستنى فرصة من كل فين وفين، انما الفرصة لما جت مسك فيها وده عبر عن كل الولاد، وده بيفتح الباب كمان للقطاع عشان يقول مصر الموسيماني لا ده احنا عندنا لعيبة ممكن تاخد 2 و3 و4 وتلاقيهم جاهزين. كابتن خالد بيبو شكل القطاع خلاص، احنا استعرضنا دلوقتي، يا ريت دلوقتي يعني يجيبوا لنا تشكيل القطاع وهيكون معانا دلوقتي استعرضناه خلاص، كل الفرق اتشكلت دلوقتي تمام. احنا انت تشكيل القطاع ده هو يعني السنه اللي فاتت طبعا يعني كان ليها دور كبير في البدايه، انما التشكيل الدور ده طبعا مستر بروكيتش طبعا يعني كان ليه دور اكبر، هو اختار المجموعه اللي شايف ان هو تناسبه في الشغل بتاعه في الفكر بتاعه. احنا انا بيت يعني كل بعرض عليه الناس وبقول له ده متاح وتقدر ان انت يبقى موجود معانا، وهو كان بيعمل مقابله شخصيه مع كل الناس يعني كابتن سامر مثلا عبد الرحمن اخر واحد داخل معانا في ده قعد يتكلم معاه مره واثنين وثلاثه عشان ان هو يخش معاه. طبعا كابتن سامر مدرب كبير واسم كبير في يعني مدرب محترم وعمل وعامل شغل كويس سواء لما كان في النادي الاول او اتحرك من النادي ده فهو ده القطاع معانا يا كابتن خالد، كل الفرق 2001 مدير الفني ومدرب العام، بس لاحظت ان في 2012 تحت كابتن حسين شكري لوحده، ده يعتبر لسه الفريق اللي بيتكون 2012 اول فريق في البراعم. والله طبعا بص كابتن حسين شكري واحد من اشهر الناس اللي بتشتغل في السن الصغير كويس، فاحنا كمان مسايبين فرصه يعني فكره عملناها السنه اللي فاتت ونجحت معانا بشكل كويس جدا ان انت بتسيب فرصه للمدربين بتوع الاكاديميه. حلو قوي التواصل ده مهم يبقى جدا. ده بيحصل تواصل ما بين الكابتن شطه ومستر بروكيتش، بيبقى فيه محاضرات للمدربين القطاع وبيشوف من خلالها المدربين، وبيبقى كل فتره كده بيبقى عندنا مدرب او اتنين موجودين في قطاع الناشئين يشتغلوا، انت بتدي طموح لكل الناس، مفيش حد يبقى موجود جوه النادي، طموح للمدربين، طموح للعيبه، طموح للاداريين، يعني الدنيا بتبقى بشكل محترم في تواصل بين الناس، فبتدي فرصه
للمدربين بتوع الاكاديميه ان هو يبقى موجود في قطاع ناشئين ياخد خبرات، واللي بينجح وبيأدي بشكل كويس الموسم اللي وراه على طول بيخش. وفي عندنا في التشكيل ده حوالي من ثلاث لاربع مدربين كانوا هم يعني اساس في الاكاديميه. فالتواصل بيننا وبين الاكاديميه ده تواصل محترم جدا سواء في اللاعبين او في كل الاجهزه يعني. تمام. حسب معلوماتي الفتره اللي فاتت كانت راحه، لكن الكابتن خالد ليوم ما خدش اجازه عشان الاستعداد للموسم الجديد والتجهيزات والملاعب والملابس وكل حاجه. هتكلم بقى عن التجهيزات الموسم الجديد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. حالا دلوقتي بعثه النادي الاهلي وصلت مطار كازابلانكا بسلامه الله. يعني بنقول لعيبه النادي الاهلي الحمد لله على السلامه، ان شاء الله كل التوفيق ليكم، ترجعوا لنا ان شاء الله بكاس بطوله افريقيا باذن الله. كابتن خالد، كنت بسال حضرتك عن الاستعدادات بقى للموسم الجديد. يعني بداتوا خلاص دلوقتي التدريبات الساعه 6:30 الصبح. التدريبات 6 بيبدا 6 الصبح. قول لي بقى التجهيزات بقى قبل بدايه الموسم. لا طبعا يعني عشان نبدا الموسم في حاجات كتير قوي. اللعيبه يعني بتصحى الساعه 6 بس الصبح ولا لا؟ تتمرن 6. تتمرن 6؟ يعني بيصحوا كام؟ 4؟ يعني بقى اللي بيصحى 4 بيصحى 4:30. هو طبعا دلوقتي الجو حر جدا، انت خلاص عايز تعود اللعيبه ان هم حلو ان ينام بدري ويرتاح. لو سبته التمرين طبعا اللي بعد الظهر ممكن لسه انت عارف بيبقى جاي من اجازه، فعلى ما يتعود ان هو ينام. فممكن الفتره ده انت عارف احنا كلنا يعني اللي بتفوت فتره اعداد ما بيقدرش يكملها طول السنه. ده طلب الراجل الاجنبي هو ان التمرين يبقى 6 الصبح؟ يعني احنا رتبنا كل الكلام ده مع بعض طبعا، يعني اجتماعات كتيره طبعا خلال الفتره اللي فاتت. زي ما انت قلت انا الوحيد اللي ما خدتش اجازه. ما انا بقول بس عشان خاطر ان احنا نقدر ان نبدا موسم بشكل كويس. احنا يعني حققنا جزء كان كويس السنه اللي فاتت، القطاع يعني حققنا نتائج كانت الحمد لله ماشيه بشكل كويس، فعايزين نكمل النجاح ده. فكان في لازم تجهز شغلك بشكل كويس. فكل الترتيبات بقى ان انت عايز تخلي اللعيبه طبعا راجع من اجازه، لو خليته بقى لسه في السهر فتره الاعداد دي لو فاتت منه طبعا هي المهمه فتره الاعداد. اهم حاجه بالنسبه للاعيب الكوره هي فتره الاعداد ان هو ما تفوتهوش يعني. عشان كده ان شفت فتره الاعداد السنه دي احنا عاملين بشكل مختلف. شفت عرض شويه ان احنا كنا في صاله الكاراتيه و اللعيبه بتتعود ازاي على ازاي تقع وازاي تتفادى الاصابات. اهم حاجه انا مش عايز اعالج بعد ما اللعيب بعد ما اتعور، انا عايز امنه يعني. الامان التامين للعيب الكوره ده اهم بكتير قوي من ان انا اعالجه، ان انا يعني الكوره هياخدها. انما طالما ما عندوش جسم ما قدرش يستوعب الكلام ده كله هتلاقي الامور بالنسبه له بقت صعبه جدا. السؤال بقى المعتاد يا كابتن خالد، واكيد انت بتتساله في اي مكان بتمشي فيه، اختبارات النادي الاهلي. عندي لعيب كويس مواليد كذا مواليد كذا، عايز اوديه اختبارات النادي الاهلي. يعني اختبارات النادي الاهلي الفتره اللي جايه هتكون امتى؟ خاصه السنه اللي فاتت طبعا كانت الظروف صعبه، خارجه عن يعني الاراده يعني وخارجه عن ايديكم الكورونا، وكانت ظروف صعبه. لكن السنه دي برضو ناس بتسال، ممكن يكون في اختبارات السنه دي النادي الاهلي ان شاء الله؟ زي ما انت قلت احنا يهمنا النادي الاهلي، يهمه نمره واحد ولغايه مليون يعني. اهم حاجه صحه المواطن يعني، صحه البني ادمين. مش مشكله ان انا اعمل اختبارات وكانت الظروف مش مناسبه يعني. السنه دي يمكن الظروف احسن شويه. الدنيا ابتدت تبقى احسن الحمد لله. دخل يعني خلاص بقى في العلاج دلوقتي وفي التطعيم، فالدنيا بقت بالنسبه لنا ممكن ان انت تعمل اختبارات. احنا شغالين دلوقتي على اختبارات النادي الاهلي لازم تبقى مختلفه عن كل الاختبارات. فاحنا في ديل كده ماشيين فيه، وان شاء الله خلال يعني اتمنى انه خلال اليومين دول ده ينتهي. واول ما ينتهي ان احنا هنروح في كل مكان في مصر. حلو قوي. يعني والاختبارات ان شاء الله من المنتظر ان هي مش هتبقى اختبارات لفتره وتنتهي، لا اختبارات هتبقى طول الموسم. فاحنا يعني بنعمل ديل مع مش عايز اتكلم عنه دلوقتي لغايه ما يخلص ان شاء الله. طيب ماشي. يعني انت النهارده كابتن خالد بيه ويؤكد ان شاء الله هيكون في اختبارات للنادي الاهلي ان شاء الله خلال ايام قليله قادمه، وهتكون كمان الفكر الجديد في الاختبارات مش هتبقى مثلا اسبوعين او ثلاثه في بدايه الموسم، لا ده هتكون ممكن على مدار الموسم كمان. على مدار الموسم كله. وده كان هدف كابتن خطيب في البدايه ان انت لازم نوصل لكل الناس. وفي كل مكان جوه مصر، لان انت في ناس كتيره مش هتقدر تجي لك الاختبارات. في ناس كتيره قوي، في ناس كتيره يعني
تستحق ان انت توصل لها، وده دورنا ان احنا نوصل لكل لعيب جوه مصر. فعشان كده احنا بنعمل الديل ده، ولما يخلص ان شاء الله هنعلن عنه بشكل كويس، لان حاجه كويسه تليق باختبارات النادي الاهلي وتليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن خالد، كان في اجتماع مهم مع لجنه التخطيط، ابرز مدار في الاجتماعيه كان كمان مستر بروكيتش استعرض رؤيته المستقبليه من النواحي الفنيه، كابتن خالد برضو كان موجود استعرضته الموسم السابق وكمان رؤيه الموسم الجديد. طبعا هو اجتماع كان طويل، يعني اجتماع دخل في اربع ساعات ونص، ومتلما يعني انا بشكر كابتن خطيب طبعا على ان هو ادانا الفرصه حتى لما جينا في وقت في الاجتماع. يعني ايه، حبينا نجري باحداث، ما رضيش، قال لك لا لازم اعرف كل تفصيله صغيره، يعني لا حاجه. كابتن خطيب بيستعرض معاك اسم وكلمه في التقرير، يعني اجتماع مهم، يعني كلمه في التقرير، يعني مفيش كلمه بتعدي، يعني مفيش كلمه بتعدي على كابتن خطيب او لجنه التخطيط في ان انا ما اسالش عليها. لا احنا كنا حابين جدا الاول اجتماع، لان فكره ان لجنه التخطيط ورئيس النادي بيسمعك وبيعرف انت بتفكر في ايه، ده حاجه كويسه جدا. هم وضعوا الخطه الكبيره واحنا كلنا بنحاول ان احنا ننفذها بشكل محترم. فالحمد لله زي ما قلت ان احنا كنا بنقول كل حاجه قابلها الراجل من ساعه ما جه القاهره واستلم الشغل، وحط خطه العمل، وايه الحاجات اللي ساعدته ان هو ينجح، وايه الحاجات اللي هو ناقصاه عشان ان هو يكملها. ويمكن كان بيتكلم، انت بتتكلم على القياسات، الحمد لله يعني كابتن وافق والمجلس وافق على في شويه اجهزه كده ان شاء الله هتبقى موجوده في قطاع الناشئين لقياس سرعه اللعيب، وفي لعيب بقى رقم دلوقتي. فانت قطاع ناشئين كله تحول لارقام، كل لعيب في النادي الاهلي في قطاع ناشئين هتعرف بعد كده في برنامج احنا جبناه، هتعرف تدوس على تعرف الداتا كلها عن الداتا بتاعت اللعيب عامل ازاي، قياساته، اصاباته، عدد مشاركته، الحاله الاجتماعيه، ظروف، كل حاجه تقدر تجيبها عن اللعيب من مجرد ان انت تخش على البرنامج وتشوف الكلام ده. فده احنا يعني بنحاول نطور من شغلنا، بنحاول ان انت توصل لعيب في كل تفصيله، يعني عايش ازاي، بياكل ازاي، الاسره، الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لهم، كل الكلام ده كله بيساعدك ان انت يعني بتلاقي مدخل للعيب ان انت تتكلم معاه. موضوع مجهد جدا ان انت تتكلم مع 150 بس لعيب. خلاص انتوا ما شاء الله يعني زي ما بقول اتحطيتوا على الطريق بقى ايه الصح، الحمد لله بتشتغل زي الفكر بره وزي فكر الدرجه الاولى كمان، ما بقاش فكر ناشئين دلوقتي، لا ده خلاص على اعلى نظام واعلى سيستم وباسلوب علمي دلوقتي. احنا بنلعب كل بنعامل كل لعيبه النادي الاهلي ان هم لعيبه محترفين، فده بيخليك ان انت تشتغل معاه بالشكل ده. كابتن خالد دلوقتي يعني دي لحظات ولقطات حصريه لينا، يعني لحظه وصول بعثه النادي الاهلي بسلامه الله الى مطار كازابلانكا، كل بعثه النادي الاهلي واحنا معاكم على الهواء دلوقتي، دي اللحظات الحصريه الاولى من لحظه وصول بعثه النادي الاهلي، كل اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري زي ما احنا شايفين، علي معلول، كل لعيبه النادي الاهلي كمان، يعني كل بعثه النادي الاهلي بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا رجاله كالمعتاد زي ما هم معودينا دايما، بنقول لهم علشان تدخل التاريخ وتكون في تاريخ النادي الاهلي زي جيل 2005 و2006 وجيل 2012 2013 عندك 90 دقيقه محتاجه عجل، عاجبني التركيز، محتاجه تعب، محتاجه جهد، محتاجه تركيز، وكمان زي جيل 2001 الكابتن خالد بيبو كمان اللي يعني اللي سجل في كايزر تشيفز في مباراه السوبر الافريقي وهنتكلم عنها بعد شويه. يعني كلمه مهمه كابتن خالد بيبو، بيقول لي انا شايف في تركيز كبير لعيبه النادي الاهلي، مفيش حد نازل من الطياره بيهرج او بيضحك، ده كله خلاص احنا هم دخلوا البطوله، مجرد ما وصلوا المكان والمغرب خلاص احنا داخلين على البطوله، فتلاقي كل الوشوش تركيز شديد، كلها تركيز، ما فيش حد بيهرج، ما فيش حد بيتكلم مع، يعني كل واحد نازل في حاله، يعني انا جاي خلاص، هي البطوله بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا، وهو ده اللي تعودناه من لعيبه النادي الاهلي، وهو ده اللي جمهور الاهلي مستنيه، مستني ان لعيبته دايما تفرحه، وان هي
الـ 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 الحاجات اللي بتحصل دي يعني طبعا بشكر طبعا على التغطيه وان على طول لحظه بلحظه طبعا قناه الاهلي دايما موجوده جوه الحدث طبعا فده بيدي طمانينه للجمهور النادي الاهلي. خلاص الجمهور دلوقتي بقى فاهم كل حاجه. عارف اللعيب اللي نازل بيضحك وعارف اللعيب اللي نازل مركز وعارف ان التوقيت ده توقيت يعني في كوره بس محتاج الرجاله اكتر من الكوره محتاج الجدعنه اكتر من الكوره. الجمهور بيحب النوعين من اللعيب اللعيب المهاري واللعيب الجدع صح اللعيب اللي في النص ده ما بيتقيمش من بالنسبه للجمهور يعني يا يقول لك ده لعيب جامد جدا ومهاري فبيحبه عشان مهارته لا لعيب جدع في الملعب وبيجري ويخبط يا لعيب جدع يعني. فهو الجمهور ما بيعرفش غير الاثنين التصنيف دول فيا بخته اللي يبقى كده يبقى كده انما اللي في النص ده بيفضل يلعب ويبطل ويمشي ويروح ما ملوش فعشان كده دايما لما بيقول لك ايه لما في وقت انت مش قادر تطلع مهارتك خليك جدعان هي اللي تتكلم عنك. كنت انت احد اللاعبين اللي سجلوا في كايزر تشيفز في مباراه السوبر الافريقي قول لنا بقى فاكر كواليس المباراه دي يا كابتن خالد؟ بص يعني طبعا المباراه كانت مهمه جدا مباراه افريقيا وهي ممتعه لان انت بتحس ان جمهور مصر كله معاك بغض النظر بقى عن شويه القله القليله اللي هم دايما اللي ما بيتمنوش الخير لاي حد يعني في ناس كده هم ربنا خلقهم هم زعلانين على طول يعني فانما شايف الهدف بتاعك معانا على طول وانت بتتكلم عن مباراه كايزر تشيفز الهدف معانا هو ده الهدف الاول اللي ده اللي فتح المباراه دخل فينا هدف يعني تعادل انما قدرت ان انا اعمل كمان جون لحسام غالي حلو قوي الاهداف اللي انا بحبها جدا جوزيه مرنكو على اللعبه دي وقتها بص مش عايز اتكلم انا عايز اتكلم عن الكواليس لا اتكلم عن الكواليس دي اتكلمت على التفاصيل بتاعه المباراه لا ده احداث تبقى احداث كتير جدا لا احكي لنا التفاصيل كده يعني اللي كانت قبل المباراه وانتوا في المباراه لقيتوها فعلا زي ما اتقالت لكم وزي ما اشتغلتوا عليها بص الفرق الافريقيه ما عندهاش يعني بتبقى في وقت عالي قوي كرتهم عاليه قوي عندهم دايما كل الفرق الافريقيه اتفرج عليها كده وتابعها تلاقي الجزء الامامي للفرق مهارات عاليه جدا سرعه عاليه جدا كل مشاكل الفرقه الافريقيه هي المنطقه الدفاعيه عشان كده حتى لو بصيت كده في كل ال اوروبا لما يجي عمره ما لعب اثنين افارقه جنب بعض حتى لما بيكون عنده في التيم مثلا اثنين ما بيلعبهمش على خط واحد صعب جدا بسرعه حال في تمركز خاطئ ما فيش وقفه صح فاحنا دايما كنا بنشتغل على الجزئيه دي جزئيه الاخطاء للمجموعه الدفاعيه كلها فده اللي كان بيفيدنا كنا بنذاكر طبعا الفرق يعني امتى هتقدر تشتغل على سرعاتك انت هتقدر تشتغل على الكور الثابته الحاجات دي كلها كانت بالنسبه لنا اسلوب الضغط انت هنا في الكوره دي في الهدف انت بتضغط راجل مدافع هو بيشتت الكوره عشان ده كان متقال ده كان متقال ان الناس دي عندهم ثقه في نفسهم وهم بيحضروا فضغط عليك فده كان بدايه اللقاء فاحنا قدرنا الحمد لله نجيب هدف رغم ان دخل فينا هدف على طول ان انا عملت ايه بقى لما النتيجه بقت 1-1 لا على ملعبك والله احنا كان عندنا ثقه يعني كان عندنا ثقه في نفسنا حاسس انك هتكسب يعني مفيش حد يلعب مع الجمهور ده والمسانده دي ويشوف كل الناس دي حواليه ويحس ان هو قلقان يعني طب الهدف ده اللي انت عملته لحسام غالي يا كابتن خالد اكيد جزئيه لكم عليها هو حسام من اللعيبه اللي عندها كره كويسه جدا وبيقرب منك دايما في اللعب وحسام بيلعب بدماغه كويس من اللعيبه اللي بتشارك بدماغها بشكل كويس وحسام من اللعيبه اللي هو ما بيثبتش في منطقه تطوير اللعب بس لا كان دايما لا بتلاقيه بيعمل لك الباص وهو في زورك يعني هو عايز يكمل عايز يسبقك فانت دايما عارف ان حسام من الناس اللي طمعانه في الزياده الهجوميه فانت لما كنت بتشوفه بيتحرك انت بتشتغل معاه لان هو كورته كويسه بيسهل عليك اللعب ما بي يعني المهاجم لما بيبقى في المنطقه الهجوميه دي في وقت بيبقى بيلعب واحد على ثلاثة واحد على أربعة محتاج ان هو حد دايما يقرب له يفك له الزحمه اللي هو موجود فيها فحسام كان من اللعيبه اللي بتعمل دي هو دايما كان بيجي يقرب منك فكان بيشتغل معانا هو وليد صلاح الدين يعني من اللعيبه اللي بيفكوا في المساحات الضيقه في المساحات الضيقه فكان ده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا يعني طب شايف المباراه الجايه ازاي
كازر تشيفز كل الناس قالت قللت من كازر تشيفز وحسست ان النادي الاهلي المباراه سهله. كابتن خالد بيبو بخبراته الكبيره والافريقيه شايف ازاي المباراه القادمه خاصه كايزر تشيفز ده خرج الوداد المغربي، الوداد ده كان من الفرق المرشحه انها تاخد بطوله افريقيا خرج على يد كايزر تشيفز، شايف المباراه القادمه ازاي بقى خاصه ان كايزر تشيفز كمان فرقه دفاعيه هتلاقي فيه تكتلات دفاعيه، ازاي النادي الاهلي يلعب قدام التكتلات الدفاعيه دي؟ بص يعني من الحاجات اللي اتعلمتها جوه النادي الاهلي او اتعلمتها وانا بلعب جوه النادي الاهلي ان أيوة. مفيش حاجه اسمها سهله. ايوه ومفيش فرقه توصل للنهايه تكون سهله. لا يعني مفيش حاجه اسمها مباراه سهله، المباراه انت من اول لما الحكم بيبدا بيصفر لبدايه اللقاء فهي المباراه بقت صعبه. مهما كانت سهولتها هي مباراه صعبه بالنسبه لك لان احداث اللقاء دايما هي اللي بتفرض عليك الـ 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 النتيجه في الاخر. نقطه مهمه جدا، انت داخل المباراه ازاي؟ هو ده المهم. انا داخل المباراه ازاي؟ طبعا التجهيز بالنسبه اللي شفنا الانطباع الاخير للاعيبه النادي الاهلي قبل المباراه يطمن الحمد لله الحاله البدنيه والفنيه وانت لعبت بالشكل ده قصاد نادي المقاولين الفرقه هتلعبك ازاي؟ كانت صوره مصغره صح؟ صوره مصغره من المباراه فانت اتعاملت مع المباراه ازاي؟ وده بيقول لك ان انا المباراه مش ممكن تخلص من اول ماتش، ممكن تخلص في اخر ماتش. صح طول ما انا موجود وبحاول وحاطط الفرقه في الحاله الدفاعيه فده مهم، اهم حاجه الهجمات المرتده. ايوه هو ده النقطه المهمه. لان هم عندهم سرعه، كرتهم كويسه، اتفرجنا عليهم في مباريات كتير عندهم خفاف جدا في الحركه، بيعملوا الهجمه المرتده بشكل كويس، لانهم يعني بيقدروا ينقلوا الكره من الخط الدفاعي للخط الامامي بشكل محترم، فرقه وصلت النهائي فعندها الامكانيات ان هي تساعد. انت لازم يبقى عندك الصبر والجيم زي ما بيقولوا الناس، ما يعني لعيبه النادي الاهلي اشتغل الثلاث مباريات، وانا شايف ان الثلاث مباريات الاخيره اللي لعبهم النادي الاهلي كلهم فيهم دروس. لا انا اخد من كلامك كلمه مهمه، حته الصبر وعدم الاستعجال في احراز هدف على حساب النواحي الدفاعيه. صحيح الهدف ممكن يجي في الشوط الثاني مش شرط في بدايه المباراه، دي نقط مهمه ودروس مهمه. طبعا وانا بقول لك انا شخصيا اخر ثلاث مباريات اللي هم للنادي الاهلي كلهم دروس. من ماتش بيراميدز درس، خدت درس وكان كنت محتاجه قوي، وده اللي خلاني ان انا اعمل المباريات اللي بعدها بشكل محترم. ماتش المقاولين كان درس كبير، ماتش سموحه درس، ماتش مقاصه درس، كل المباريات دي كلها دروس لعيبه النادي الاهلي. وفي الحاله دي يعني انت اتعاملت مع كل الاشكال، اول لما حسيت ان المباراه سهله اتخبطت جول فخلاص انت ايه، خلاص انت بقى عندك الذاكره انا مفيش حاجه سهله. يعني رغم ان انت تبقى كسبان المباراه والفرقه اللي قدامك خسرانه لعيب وانت ممكن تتعادل، يعني كل حاجه في الكوره ده كان كنت محتاجه دلوقتي في التوقيت ده، محتاج الرساله دي ومحتاج ان انت تلعب ضد فرقه بتدافع بشكل كويس قوي وبتعتمد على الهجمه المرتده وان هي واقفه ومرخمه عليك وعامله يعني عامله ترسانه خرسانيه في الناحيه الدفاعيه، فانت صبرت عليها وقدرت انت تحل. فرقت لعبت مع فرقه عايزه تهاجمك، سموح عايزه تهاجمك وعندها الطموح في الهجوم، فانت خدت ثلاث مدارس ورا بعض في المباراه اللي اتلعبت، خليتك انت بقى اتعاملت وخلت جمهور النادي الاهلي لا شاف ان لعيبه النادي الاهلي في خلال الثلاث مباريات في الاحداث اللي ممكن تحصل في المباراه اتعامل مع كل الاشكال الدفاعيه والهجوميه وفرقه ناقصه واحد وفرقه متكتله ازاي تقدر تشتغل. فالجمهور بقى عنده راحه ان اللعيبه اتعاملت مش من الخصم، لا من لعيبه النادي الاهلي. الإحاء دايما او الاحساس بتاع الفرقه في حاله عامله ازاي هو بيجي من الملعب. كل احداث الحياه القرويه هي بتيجي من الملعب، احداث الشغب بتيجي من الملعب، احداث الراحه بتيجي من الملعب، احداث الانتصار بتيجي من الملعب. اذا كان الملعب عندك منتظم كل الاحداث اللي وراها هتبقى منتظمه. اخيرا كابتن خالد بيبو يوجه رسالته بقى للعيبه دي والجيل الحالي ده، ما شاء الله الجيل ده خد البطوله التاسعه على اعتاب البطوله العاشره، يعني ينقصه التوفيق ان شاء الله، يكون التوفيق معاه. رساله الكابتن خالد بيبو للاعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني. والله بص كل لعيب بيلعب جوه النادي الاهلي هي فرصه ما بيجيلكش تاني، يعني لو فرطت في فرصه النهارده مش هيجيلك تاني. يعني انت بتتكلم على ان انت دلوقتي ربنا كرمك وانت في التشكيله بتاعت النادي الاهلي اذا كانت الاساسيه او الاحتياطيه، او هتاخد خمس دقائق هتاخد ربع اي حاجه،
انت مش ضامن السنه الجايه او البطوله الجايه تبقى موجود جوه التشكيله دي، فانت اشتغل جوه النادي الاهلي على الاساس ده، ان الفرصه اللي هتيجي مش جايه تاني، واطمع فيها وخليك طماع وخليك دايما حط نفسك مع جمهور النادي الاهلي ان انت يا الجدع يا المهاري. مستر موسيماني تقول له ايه؟ اقول له بالتوفيق ليك، وانت مدرب محترم، وانا ما اعرفش ليه الناس عايزه تشكك فيه، وليه دايما عايزين يتهموا بحاجه واحده بس، ان هو محظوظ. راجل بيشتغل وقدر ان هو يحقق انجازات على ارض الواقع، وبيأدي بشكل كويس جدا. يعني ما اتمنى له التوفيق، لان هو يعني بيمثل كل محبين النادي الاهلي دلوقتي التوقيت الحالي، فاحنا كلنا بنسنده وبنساعده وبنقول له انت مدرب محترم. واختيار كابتن خطيب ومجلس اداره ليه كان اختيار موفق، وتحملوا المسؤوليه ورا بعض، يعني اثنين مديرين فنيين في وقت كان ورا بعض، تحملوا المسؤوليه اداره النادي الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله العشرة يعني نجيبها من المغرب ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. شرفتنا ونورتنا كابتن خالد، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا على الاداء الرائع في قطاع النشيب النادي الاهلي. شكرا ليك وموفق دايما وما شاء الله يا كابتن سيد. ربنا يخليك كابتن خالد. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر مستر بروكيتش وايضا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع النشيب النادي الاهلي اللي عاملين ما شاء الله شغل هايل داخل القطاع، وبنتمنى لهم كل التوفيق، وايضا كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ويا رب التوفيق يوم السبت، ونبارك لبعض كلنا على العشرة بعد الساعة 11 إن شاء الله ببطولة أفريقيا. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي على ألف خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.